I wanna be the very best that no one ever was. To catch them is my real test. To train them is my cause. I will travel across the land, searching far and السلام عليكم البنات كديري لاباس عليكم كلشي بخير ديما تلقاوين فهاد البلاصه باغا شي حاجه صح خليني نقد ندير مقدمه الدريات المهم ديما تلقاوني فهاد البلاصه هي فين كنلقى راحتي ملي كانت سالي ولا شي حاجه وانا دابا باقي ما ساليتش انا يلا غادي نبدا ان شاء الله غادي نمشي ناخذ واحد شويه ديال الخضره من عند واحد الانسان قال لي المهم قال لي خذي اللي بغيتي حتى نهار يكون عندك وجيبي لي ماشي بالضروري انه يكون عندك علاش تجي وهذا ما كان المهم غادي نمشي نقد لك شي بغيت من عنده واحد الراجل هنايا مسكين عطاني شويه ديال الفلوس هذاك اللي كنوريكم دائما كيجيبو دائما هنا ومسكين ما كتخلصش من دائما كيعطي ليا فابور وصافي هذا ما كان بغيتو اللي درت اليوم غادي تبقاو معايا ان شاء الله وشكرا بزاف ليكم وسميتو وصح عطاتني واحد الطاجين قلت لها فين هو الحولي عطاتني مسكينه واحد الطاجين باقي جديد قالت لي هاك دنيا شرات جوج شرات كبير وصغير والصغير قالت لي ما عندي ما ندير بها خذيه يلا شريهم جداد قلت لها غير اري واخا الحولي باقي ما كاينش قالت لي خذي ما عرفتي الخدمه فين كاين وخديتو البنات غسلتو وحطيت لهم نصور لكم ان شاء الله وبقاو معايا البنات ها نتوما كتشوفوا اللي كنديروه اليوم كنديروه غدا تماما ما كتساليش المهم البنات ها هما الحوت قلت لكم الصراحه ربي كبير والله العظيم ما كان عندي الصراحه اليوم حتى شي حاجه لا خضر لا حتى شي حاجه وواحد الشخص مسكين كيبيع شي خضره قال لي يلاه ودي دنياك تعالي خدي واش ما كنعرفوكش تعالي خدي اللي بغيتي حتى نهار يكون عندك وخلصيني ومول الحوت مسكين قال لي يا خدي قال لك كيبقى يجيبو هنا راه تكونوا تعرفوا كيجيب الحوت هنا ينقيه ويبقى يبيع فيه حتى دارو مسكين قال لي يا خدي حتى الفوقت ما كان عندك اعطيني ما كانش عندك صافي الله يسامح صافي الصراحه مشيت خديت داكشي اللي خصني ديال الخضره وداكشي من عندك الدري مسكين قال لي المهم يكون عندك عطيني اختاشو ديال ما اصلا ما عيقتش باش بلا ما بقيت ثاني ولا شي حاجه كثيره اختاشو ديال البصله بلا تشد الطاطا المهم استقرمت بحال انني عندي الفلوس حيت راه من بعد غنخلص خاص داكشي يكون رخيص صافي البنات المهم هنا البنات راني مشيت للسوق وقضيت الغراض وجيت عادش المهم طلع هذا الحوت راجلي المهم كان بغى يعاوني الساعه قلت ليه صافي بلاش قلت ليه لا كملت انايا جبت شويه الربيع قطعته هنايا راه كتشوفوا الشعاع ضرب مع الشمس معما مصايبينش حنا هنا مزيان دخلي داكشي من كونتر بلاك الشمس شتو مابقاش كيبان حتى شي حاجه المهم هذه جبتها لا تبغيت ندير فيها البريكات وداكشي صافي البنات هذا ما كان المهم بقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وديروا ليا لي لايك ولي كومونتير ديالكم زوينه هذه ديال نتوما البنات هذه ماشي ديالتها ديال صاحبتي قالت لي خديها شرات جوج وعطاتني وحده قالت لي ديري فيها نتوما لقات عندي نتوما كاع خنازت قالت لي دوني قالت كانتي هذه راه زوينه للثومه قالت لي راه غتبقى ديما الثومه نفسها مع دوك الثقيبات اللي فراكم شفتوهم واصلا هي على شكل ثومه عجباتني صافي درت فيها الثومه واخرى غنغسلها ندير فيها شي حاجه هذا ما كان البنات الموس ما ديما نعاودش ليكم كان ضربني في ايديا انا اش كندير لهاد الحوت انا مول الحوت قال لي ما ديريش فيه العطريه واني انا كتعجبني فيه العطريه قال لي دير فيها شويه الخرقوم والملحه والزيت صافي واني انا كنبغي فيه العطريه والثومه وداكشي هذا باش كيقول ليه الرايه واقيلا كيقول هاد الحوت كيقول ليه الرايه المهم اول حاجه قلت غادي نبدا بالغدا هو الاول نحيدو عليا ونتغدى تغديت البنات هو الاول عاداش موراها نطل الروينه ثاني انا في الاول شقيت وصبنت الحوايج ما صورتش لكم كنت كنصب الحوايج البنات المهم صورت لكم واحد القطعه بسيطه المهم صورت لكم ملي كنت كنصبن في المنطه المهم اول حاجه بديت بها هي الغدا تتغدينا علاش نطال البنات اللي كروينه كامل دردكت عليها ما نعاودش لكم البنات والله العظيم واخا كاينه الحراره وينش غندير الصبر وصافي اول حاجه انا بديت بها هي الحوت قلت نحيد عليا الحوت حيت الا جيت نسالي الشقه غادي تضرب ديك الوحده ولا جوج ولا ثلاثه فين غنولي غيمشي علينا الحال وحنا خصنا نتغداو بكري باش نوض لهاد الروينه هذه اللي قدامكم البنات ما نعاودش لكم على الروينه ولا تذكرني في قلبي والبيت البنات تخيلوا ان البيت اللي كنقول لكم هذاك ديك البلايصه اللي كنبركو فيها تخيلوا كنقول لكم غنجمعها اليوم غنجمعها غدا وباقي ما حنش عليها الله حيت اليوم فقط لقيت عرام تاع الحوايج مشيت عند مول الحانوت عطاني شويه ديال التيت صافي جيت صبنت المهم صبنت دوك الحوايج الاسراء الاغلبيه حوايج اسراء الصراحه تكال اسراء كتبدل خمسه لبسات اربعه في النهار دائما تحيد الحوايج دائما 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 دائما
المهم البنات هنا شنو درت هناك؟ صافي ساليت مع العنب حطيته في واحد البليصه. البنات باقي ما غسلتش الثلاجه، غضحكوا عليا ولاني حيت الثلاجه جاتني في ديك حدا الفراش، لا غسلتها غادي يسرد ليا الفراش. قلت حتى غدا ان شاء الله ناكلوها، كنقول لكم غدا. ولكن البنات اش كندير انايا؟ انا كل مره كندير حاجه باش فهمتي، بحال داك النهار غسلت الماء، داك النهار ثاني غسلت الماء حكيتهم. اليوم غسلت ما نتاع داكشي. هاد الفلفلات البنات قلت لي حتى هما غناخذهم دراهم، عشان ما عاد جوج دراهم بوحدهم، محسوبينهم بوحدهم بجوج دراهم، حيت الفلفله هادي ما كتباعش مع هادي، غير انا عبرتها مع هادي. قلت لي عافاك اخويا، وهذا قال لي ماشي مشكل عبريها معاه. المهم البنات هذا ما كان، المهم غسلت الفلفله بوحدها، غسلت مرات ثاني بوحدها، وما لقيتش فين نغسل، ما عنديش بانيو كبير. هاد العنبه حيدتها بغيت شلوحه، صافي هذا ما كان البنات. المهم داك الحوت خليته كيشرب العطريه ديالو، انتما كتشوفوا حدايا مطيشه كثيره. عطيه البنات تخيلوا هاد المطيشه راه ب 30 ريال، احسبها ليا ب 30، قال لي المهم 30 ريال. المهم هادشي كله رخيص، ما غاديش يكون غالي البنات. خديت ب 30 كل حاجه، المهم 30 40 60، بحال الفلفله ب 60. سميتو شنو اخر خديت؟ بطاطا ب 70، هي اللي غاليه. وسميتو سميتها الدنجال داير 40. المهم البنات غسلت هادشي مزيان وخليته غيتسقطر، موراها ملي غنبغي ندير رد الثلاجه غادي نمسحهم بشي زيف يكون نقي. صافي هذا ما كان البنات، هذا هو النهار ديالي دوزتو معكم اليوم، شاركت معكم ديالي النهار ديالي من الصباح. الفطور فطرت البنات واقفه مع الروينه، والله تفطرنا بالزربه ونضنا بحالنا. المهم شاركت معكم النهار ديالي، انا كيبدا النهار ديالي من الصباح حتى للغدا. صافي العشيه كيكون عندي العشيه خاويه، ما كاين ما يدار، ما كنديرش زعما بعض المرات الكوتي في العشيه ولا شي حاجه، كنبقى غير ناعسه هاد الايام. مثلا ندعي لي داري الدرس ما نعاودش لكم، وبغيت نمشي نحيدها عند الطبيب، وباقي ربي المهم نتمنى ربي يرزقني نمشي نحيدها، ولو انني كنخاف من الطبيب وكنموت من الطبيب شي حاجه، سمعت الطبيب كنخاف. والبنات ما بقيتش كنعس بالامن، وبالله ما بقيتش كنعس باللي، كنبقى نبكي. البارح ما نعستش البنات بالدرس الصراحه، ما نعستش. نعاود لكم واحد البنات واحد اللقطه غتضحكوا البنات. دابا كنت ناعسه وكنت نسيت شويه الدرس مع ديك الربعه الصباح، ولا ما عاد شكون اللي شرى الحواله البنات، وجاو كيقولوا واش شرى الحواله ديال العيد، وانتم حلوا وانا نفيق بخلوعه، فقت بحال هكا بخلوعه وهي تنض عليا الدرس، وانا نقول امي متي شي فرحان بالحواله العيد وشي كيموت بالدرس. والله العظيم الا عرفتي غنموت بالضحكه. باقي دابا كنتفكر ما عرفت شكون شرى في جيراننا هنا الحواله، هاد الناس اللي ساكنين حدانا انا ما عرفت شكون شرى زعما العيد وفرحان مع الخمسه الصهانة. البنات خرجت البصله شفتو، راه خرجت تتشمس. المهم البنات ما عرفتش شكون اللي شرى العيد وفرحان وكيغوت مع الصباح وانا نفيق. هذيك هي الفيقه ديالي البنات حتى لدابا، ما بقيتش شفت النعاس، كنتالم كنقول الله يا ربي كون غاسكت كنت زعما شدني شويه النعاس. ايوا هذا ما كان البنات، بغيت نضحككم شويه وصافي. المهم البنات هنا غنغسل البطاطا ديالي حتى هي حيت فيها التراب، انا اي حاجه كنغسلها ماشي غير البطاطا، نغسل البطاطا حتى هي باش اصلا واخا كاع ما تغسليش البطاطا ما كيبقى راه عقلك مرتاح، ماشي بحال انك ما غاسلهاش كي خاصك تغسليها. ايوا هذا ما كان البنات. ايوا البنات هنا جبت ما عرفت جوج دراهم ديال النعناع ودرهم ديال فليو من عنده نيت، هو داك الراجل اللي قلت لكم خديت من عنده هادشي. دابا ان شاء الله نخلصو، خديت من عنده جوج دراهم ديال النعناع ودرهم ديال فليو، والربيع خديت من عنده 30 ديال الربيع. الربيع غالي، عرفتي البنات عطاني شويه ديال الربيع، شويه. قلت ليه علاش هادشي؟ قال لي راه، قال لي يا اختي راه غالي، قال لي الربيع راه غالي، قال لي راه غالي في بلاصتو وغالي، قال لي ما عندي ما ندير، قال لي بلاصتو قالك راه 300 ريال الربيطه الصغيره، قالك كنجيبوها ب 300 ريال كي غنديرو نقسموها باش تجينا درهم، قالك راه ما جاتش، خاصنا ديك 300 ريال ديالها نرجعوها. المهم البنات غنقي معاكم هنايا النعناع ديالي. ايوا هذا ما كان البنات. المهم الفيديوهات سمحوا لي كنطولهم شويه، ولاني راه البنات قالوا لي عاودي طولي الفيديوهات على الاقل تكون في واحد 10 دقائق باش يتحسبوا لك الفيديوهات وتحسب لك المشاهده زعما. ايوا البنات اول حاجه انا كنقي النعناع بحال هكا وكنغسلو. دوك الايامات الاولى كنت كنقيه وكنخشي هنا شان في الثلاجه، دابا لا وليت كنقيه وكنغسلو كنخليه يتسقطر، عاد اش كنديرو في نيتها وكنخشيه في الثلاجه. هذا ما كان البنات. المهم البنات هنايا راه سبقت النعناع هو الاول، لا زعما حتى ساليت الروينه جيت بركت النعناع حتى هو. المهم حيدتو عليا، والله دابا كندير معاكم البنات والدرس دار راني، ولكن اش غندير؟ الصبر وصافي.
نحيد عليا النعناع ونحيد فليه، كنت مولفه حتى هو كنقيه كنقرضو بحال هكا. الساعه قلت بلاش، قلت بلاش البنات لهم هنا، ما عرفتش شكون جا. وقفت الفيديو حتى هدويت معاها، وقيله جارتي ولا ما عرفتش شي وحده دخلت عندي. المهم كملت معاكم الفيديو البنات، صافي هذا ما كان. المهم البنات شكرا بزاف للبنات اللي دخلوا عندي الواتساب وقالوا لي دوني دابا ان شاء الله يجيبك الله العيد ديالك، وقفتوا معايا وكنت الصراحه كتواسين وقلت دنيا السلام. المهم دخلوا عندي بنات الصراحه بداو كيقولوا لي ان شاء الله يجيك رزقك كثير عندك دنيا بلا ما تبقى تفكري، بلا ما تبقى حيت كنت درت واحد الفيديو قلت لكم زعما راه العيد ملي كيقرب كذا كذا. المهم البنات قالوا لي ما تخافيش ربي غير رزقك ان شاء الله من عنده، واي واحد ما كينساش الله، ما حد الله فوقنا، ما عندنا مناش نخافوا، ربي كبير والحمد لله على كل حال. وكنحمد الله وكنشكر على اي حال، اي حاجه مكتوبه عليا الله ضروري انها غدوز على الراس ديالي. وانا الفضل الوحيد اني الفضل ديالي هو نتوما، من بعد الله فضلي هو نتوما، ان نبحتكم نتوما كتسولوا فيا كتهضروا معايا. كنشكر بزاف وفاء شانيل والله العظيم اللي بارطاجات القناه ديالي عندها وهضرات عليا، وحسيت بالمعاناه ديالي الصراحه لانني قصدت شحال من يوتيوبرز وما ورفضات، ومسكينه هي الصراحه وقفت معايا ودارت القان. المهم هضرات لي وهضرات عليا قبل تفرجت في الفيديو، والصراحه بكيت انها هضرات عليا وشكراتني وقالت لي ندخلوا عندها البنات. وانا البنات انا بديت كنقلي البطاطا ديالي، وما نسيتش المعلومه اللي كنت قلتوا لي ديال الفلفله، درتها اول حاجه. قلت لراجلي حيد كثير الدريات كانوا كتبوا لي في لي كومونتير انني ملي نبغي نقليها نتوما كنهضر لكم على الفلفله، ملي نبغي نقلي الفلفله غادي نتقب الفلفله ونحطها في المقله ونغطيها بشي طبسيل بشي حاجه ديال الحديد ولا ضروري. هذا قلت لي هذه القضيه، قلت لي ملي نبغي نلوح الفلفله جيب انا نلوح الفلفله وانت جيب لي شي غطايه ضروري خدموا معايا. المهم باش انا نقدت المانطاس هاد التصبين هادو باقي ما صبنتهمش، كنوريكم المهم شنو غندير. المطيشه غسلتها، البطاطا غسلتها، كلشي مغسول كيتسقطر صافي هذا ما كان. المهم انا كنحيد شي فين يجي شي، هانتوما هنا الروينه دابا نقيت النعناع البنات وباقي الروينه ديال النعناع حيت البنات هنايا صافي. دابا غنبدا ساليت الصابون ديالي ديال الحوايج، دابا غنبدا في هاد المانطه هادي الصراحه موسخه، وواحد الزريبيات كانت عطاتهم ليا واحد الدريه مسكينه، هادوك اللي كتشوفوا حداكم حتى هما توسخوا ليا الصراحه ما نعاودش كيف كيولاو، قلت غنضرب عليهم بواحد الحكه ان شاء الله. وبقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو ما تمشيو فين، راكم عزاز وغاليين، وشكرا بزاف للدعم ديالكم والله العظيم. والصراحه البنات والله انا ملي كنشكر وفاء شانيل الصراحه اللي وقفات معايا وبارطاجات القناه ديالي عندها وهضرات عليا مسكينه، وحتى هي مسكينه براسها باقا ما وصلاتش، وحتى هي مسكينه نفس المعاناه حتى هي كتعاني. ما غاديش نقول لكم انا الوحيده اللي كنعاني ونكون انانيه، لا بالعكس حتى هي مسكينه على قد الحال يلاه بادي القناه ديالها. والصراحه كل شي وحده اخرى تقدر ترفض، ويني مسكينه هي قالت لي يلاه ودي، قالت لي بالفرحات عليا، قالت لي يا مسكينه كون كان عندي نعاونك بكثر والله تنعاونك، قالت ويني ان شاء الله الغالب الله لان القناه ديالي انا باقا ما تفعلاتش باقا. ومسكينه عاونتني وبارطاجات القناه ديالي عندها وهضرات عليا، انفو دخلت لاحت الفيديو دخلت تفرجت بحال هكا لقيت راسي انايا الصراحه والله الا تاثرت بها الصراحه. مسكين انا لوحدي يبارطاجي القناه ديالو عن ديالك عنده وباقي هو اصلا ما وصلش وشحال من حاجه، عارفي بانه اش نقول لكم بنت الخير والله العظيم ربي يحفظها في هذا النهار والله يجازيها بخير. مسكينه قالت لي كون كنت واصله اكثر وكثر والله قالت انا مش تحابينيش من شي نوع ولا شي حاجه، قالت لي علاش شنو فيها، قالت لك ما غنخسر حتى شي حاجه اختي. سوا وصلت انا سوا وصلت انت، قالت بحال قالت له انا كاع وصلت انت وصلتي بجوجنا وصلنا في نفس الوقت اشنو فيها، حيت كل وحده غيكون عندها المحتوى ديالها وكل وحده غيكون عندها المحبين ديالها، فهمت على البنات زعما كاين اللي كيبغيو دنيا وكاين اللي كيبغيو وفاء وكاين ماشي انا يعني كتقولي لا راه حقاش واحد يقول لا راه غتدير ليا بلاصتي، لا كل وحده عندها المحبه ديالها في قلب المشاهدين، كل وحده عندها بلاصتها في قلب المشاهدين وكل وحده عندها بلاصتها في اي بلاصه. المهم شكرا بزاف على المثال نتوما، راني ضربتها بحكه لهذيك الفركه بالمانط ودابا ضربتها بالفركه لهاد الزريبيات، كان عندي واحد ديال ديك القرعه ضربت عليهم بواحد الحكه ما عاودتش لكم يا البنات، بردت فيهم جنوني كنت معصبه ونبقى نفرك فيما ترجعتهم كيشعل البنات. وصافي هذا ما كان، وموراها صيقت هاد الكوزينه وصيقت البيت اللي باقي مرون البنات، ولكن ماشي مشكل كل نهار ندير حاجه ندير ما ندير حاجه. وان شاء الله اليوم ما غاديش نطوي الحوايج، غادي نحيدهم من الشميشه ان شاء الله حتى العشيه حتى الغدا ونجمع البيت وداك الشيء ونجبد البلاكارات نسوسهم معكم ان شاء الله، ندير لكم شي فيديو.
وان شاء الله بقاو معايا ان شاء الله الجزء الثاني غدا ان شاء الله، ديال كيفاش غنجمع البيت ديالي وكيفاش غنطوي المهرب ديالي البلاكارات ديالي. وها نتوما معايا وشكرا بزاف للجزائر التركي. وها نتوما لالا دنيا سالات الصابون، انا بديت بالصابون، بديت البنات بالرقيق هو الاول صبنتو ونشرتو عليا. علاش ساليت مع هذا؟ المهم اول حاجه بديت بها هو الصابون الاول، حوايج ديال اللي رقاق، حوايج اسراء، حوايجي، حوايج راجلي كذا، هادو هما الاخرين. داك الماء اللي شاط ليا البنات، ما كنبغيش نضيع انا الماء بزاف، داك الماء اللي شاط ليا من الصابون ديال الحوايج صبنت به هادو. راكم كتشوفوني فركتهم نيت واحد الفركه ديال بصح ديال القلبه البنات والله العظيم. ايوا شكرا بزاف على المتابعه ديالكم البنات، شكرا بزاف 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 والله. وانا البنات ساليت الزهبيه ديالي وساليت كلشي، وبقى لي داك الماء نتوما كتشوفوها والطويجي اللي قلت لكم شفتوها البنات. كنقولها شكرا بزاف من هاد البلاصه والله العظيم، الا شكرا لها الله يجازيها بخير. المهم بقات لي الروينه البنات، خاصني دابا نضربها باش تخمين هاد البلاصه، لكن غايبان لكم من هنا حيت الكاميرا ما عرفتش كيفاش غنحطها. المهم راني ومضاربه معاها، وكنتخيل ان التليفون غادي يطيح ليا من ديك البلاصه، راه كنتخيل طاح ليا فين المشكله. هنا واحد السنره ديال بنتي كنغسلها كانت موسخه البنات، حكويتها بشويه ديال تيتو جافيل وشللتها حطيتها فوق فوق السطح، فوق هنايا فوق فوق هاد البلاصه فين ساكنه باش تنشف ليا. المهم ها نتوما هذا ما كان هنا البنات، راني نسيت الروينه كامله ديالي، ما بقى عندي حتى شي حاجه الحمد لله. اش غنقول لكم؟ ما بقى عندي والو في هاد البلايصه اللي كتشوفوا، نقيتها مزيان مزيان. دابا خرجت البنات علقتها الفوق ودخلت، ها نتوما كتشوفوني علقتها الفوق ودخلت بحالي باش نكمل داكشي اللي عندي. راكم عارفين درت شويه ديال اوني سالا ليا التيد، درت شويه ديال اوني هنايا وغنفرك هادشي بالشتا ان شاء الله. ها نتوما كيف كتشوفوا معايا نفرك هادشي مزيان الصراحه مع البنات، هادشي مضيق عندي ولا عندي الكوزينه في الطواليت، راكم عارفين كلشي مخلط عندي، كنتكرفص الصراحه، خاصني كل نهار نصيق وكل ساعه نقلب ونسوس، كل ساعه نجمع، كل ساعه ندير. لو البنات حاجهكم جمعت لي بوبيل تمايا في الجنب تمايا تنسالي علاش ندخلها نديرها في السطل، حيت السطل خاصني نغسلوها. راكم عارفين عندي بلاصه فين كيديو لا بوبيل بعيده، خاصني نمشي واحد المسافه كنمشي نخويها ونجي دابا خويت السطل وجيت دخلته. دابا ان شاء الله غادي نفركو. ها نتوما البنات راني كنفرك مزيان هنايا، كنحك انا بلاصه مزيان، حكيت هنا مزيان، واخا خرج لي شويه الماء برا ماشي مشكل، من بعد غنبقى ندهز الماء كامل نبقى نصيفطو سميتو. ها نتوما كتشوفوا معايا، بقى معايا البنات حتى الاخر ديال الفيديو، شكرا بزاف وكنشكركم بزاف البنات على الدعم ديالكم، وشكرا بزاف. ونتمنى هذا الفيديو اليوم انه يعجبكم وتفرحوني بالكومنتات الزوينه ديالكم. وانتم معايا بلا زواق بلا نفاق، هذه حياتي الطبيعيه، ما كنزد عليكم ما كنقص عليكم، وشكرا بزاف لكم والله العظيم. اللي كاينه كنوريها لكم، ماشي انني كنطفي الكاميرا حتى كنصاوب ونقادو، لا كنطلق الكاميرا كيما كانت الدنيا وكنجمعها حداكم، واللي كانت راه كنوريها لخوتي. وشكرا بزاف عليكم، وبارطاجوا الفيديوهات ديالي ودعموني ان شاء الله، وتهلاو في راسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. راكم عزاز، بيزو، يلا باي باي البنات.